السلام عليكم ورحمة الله. مباراة المنقاري كونتر تريبليت نصف سوار، المباراة الثالثة من بطولة المغرب. كتجمع النجوم كبار من مدينة أكادير وبالضبط ملاعب نادي أزق الجمعية الرياضية للكرة الحديدية. نتيجة 0 لمثله. هذه الجولة الأولى. محاولة ضائعة ديال اللاعب الصغير. ندخل بتشكيلة ثلاثيتين. منقاري كيلعب مع كل من الحبشي وخالد بن نار، وتريبليت الصغير كيلعب مع كل من المهدي السباعي وعبد اللطيف العويجة. محاولة ضائعة ديال المهدي السباعي. خالد بن نار غادي يضرب الكرة. هو غادي يحاول باش يزيد الكواه. النتيجة فهي 1-0 لصالح تريبليت الصامات المنقاري. كونتر تريبليت يوسف صغير. هذه المباراة الثالثة اللي كتجرى هنا بملاعب نادي أزا بمدينة أكادير. النتيجة ديال المباريات السابقة، يوسف صغير كيفوز بجوج المباريات وهذه المباراة الثالثة، وكذلك الصمد المنقاري فهو كيفوز في جوج المباريات وهذه المباراة الثالثة. وحاول ابن الصغير اتباع الكرة. Thank you.
تاب وي سوار تيستا تاع مشكل ضرب الكرة محاولة ديال خالد في النهار ولكن ما تيربحش الكوا الكرة ديال المنقاري الأولى تمشي بعيد الكرة الثانية ديال المنقاري من تريبلت من قاري ما بقاوش عندهم لي بول خرج كل شيء اربعه هنا سبعي تستخدم شي زاد نقطه أربعة نقاط في الأرض إذا أربعة نقاط في الأرض ولكن مساكين شوفوا الخامس يعني الفور الخامسة إذا ست نقاط إضافية لصالح تريبلت يوسف صغير تصبح النتيجة ستة مقابل واحد ستة يوسف صغير واحد عبد الصمد المنقاري ضربة ممتازة لليوسف الصغير سيباع الكرة الكرة ديال الحبشي كتمشي بعيد Thank you.
رائعة من طرف خالد بن نار. تيرا اكسيدونتي يعني فيه شلاء جفل الميدان. برافو سمك من خارج الساتا باش يضرب الكورة، لأن صعيب هنا باش تربح البوان. هنا إذا بغيتي بوانتي من الأحسن ضرب الكورة، البوان صعيب هنا باش يتربح. برافو طيب العويشة شامبيون دموند تيربح البوان. يعني خبرة الكرة الحديدية. كذلك الصمد من قالك رد عليه بضربة جميلة وشي بعد البوان شي بعد الكرة. النتيجة فهي 6-1، 6 يوسف صغير 1 منقري. المباراة ديال الثالثة اللي كتجمع من بطولة المغرب بين نادي الجمعية الرياضية للكرة الحديدية أرزا من مدينة أكادير. المباراة كتلعب على الشكل النظام السويسري. برافو الصغير يضرب الكرة شي بعد. إضافة 3 نقاط لصالح تريبلات يوسف الصغير تصبح نتيجة سعود مقابل واحد. يشرف على هذه المباراة الحكم حسن مجاهد. وذكر بالنتيجة فهي سعود مقابل واحد، سعود يوسف الصغير 1 المنقري. هذه المباراة الثالثة اللي كتجمع ما بين تريبلات يوسف الصغير من عصبة الوسط ومنقري كذلك وهو من عصبة الوسط. خلينا نضرب جسدي هذا، خلينا ها شنو؟
الملعب الاخر تجرى مباراه مهدي قلنا وكونتر مناسبه الشمال الغربي كونتر تريبلت من نادي المنظم نادي الجمعيه الرياضيه ازاق. عطيك عويجه كتمشي بعيد إضافة ثلاثة نقاط تصبح النتيجة 12 مقابل واحد لصالح تريبلت يوسف الصغير. محاولة ديال يوسف الصغير الله يضرب الكرة برافو يوسف الصغير بطريقة جميلة تيربح البوان بشكل جيد وكيفرض على نادي الصداقة باش يضرب الكرة مرة أخرى من قاري تنجح في إبعاد الكرة بشكل جيد قلبت في
بهذه تنتهي المباراة لفوز تريبلت الصغير تريبلت منقاري خالد منهار وحبشي 13 مقابل واحد. شكرا لكم وإلى اللقاء في المناسبة القادمة بحول الله. شكرا لكم. كنت واجدت هنا في مجلس أكاديمية الوطنية بحكم شحال من اجتماعنا متفاهم مدة سنة ونص. كنتمنى إن شاء الله أجواء تدوز رائعة والروح رياضة بين اللاعبين ويبانوا إن شاء الله شي لعابة اللي يكونوا إن شاء الله في نص الصحبة المنتخب الوطني. وكنتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. شكرا.